اليوم بسوي معاكم طريقة المانتو. شوف الشكل، يا سلام. شوف الطريقة، هنا عندي كوبين دقيق أبيض، رشة بسيطة ملح، أمزجهم كويس مع بعض، بعدها أصب كوب موي بالتدريج وأعجن لين أضبط عجينة. هذا قوامها، شايفين كيف؟ كوبين دقيق على كوب موي، أهم شي تصب الموي بالتدريج لين توصلوا لهذا القوام. بعجن العجينة كمان شوية باليد خليها ترتاح نص ساعة. أنا عندي لحمة هبرة معاها شوية شحم، ضروري يكون مع اللحم شوية شحم عشان هو اللي بيطعم المانتو. بعد أضيف البهارات، كمون، فلفل أسود، ملح وبصل. تبل اللحمة كويس، أهم شيء أنكم تتأكدوا من الملح. أنا عندي قدر صبيت عليه موية وعلى نار متوسطة أغطي. بعدها بفرد العجينة، بوريكم سماكتها بعد الفرد. شايفين كيف؟ هذا شكلها، ضروري تفردوها مرة كويس عشان تكون لينة وقت الطبخ أو بعد الطبخ. بعدها بقطع العجينة بهذا القالب وأشيل العجينة الزائدة. أهم شيء أنكم ما ترموها، يمديكم تعجنوها كويس وتستخدموها مرة ثانية. هنا عندي الحشوة، بنزلها على العجينة بهذه الطريقة، وهذا شكل اللحمة مع العجينة. هنا عندي القدر حق المانتو، صبيت عليه شوية زيت ودهن. بوريكم كيف بنشكل المانتو، شايفين كيف؟ بهذه الطريقة، أهم شي أنكم تضغطوا على العجينة مرة كويس عشان ما تنفك وقت الطبخ. شايفين؟ بعدها باخذها على القدر كمان واحدة ثانية. شايفين بهذه الطريقة؟ نبدأ من تحت، ناخذ جهة اليمين واليسار، نضغطهم كويس مع بعض بهذا الشكل. وهذا المانتو جاهز، باخذ على القدر. بعد عندي المانتو كده صار جاهز، شوية زبدة أو زيت من فوق. الموية عندي غليت، انزل عليها المانتو واغطي على نار متوسطة نص ساعة لين يستوي المانتو. وهذا المانتو جاهز، يا سلام. نوريكم كيف شكله، شايفين كيف طري ما شاء الله، ومن جوا اللحمة مستوية وطرية. أنا بقدمه بهذه الطريقة، نفس طريق حارتنا، شوية شطة مع كمون وبالعافية.